مساء الخير. النهاردة معانا كذا منصة اكتتاب جديدة، فرصة نستغل ان السوق نازل واسعار العملات دي في انخفاض، فاللي عايز يكون في فئة كويسة فالمنصات دي هتكون قوية جدا ان شاء الله. اول منصة معانا هي منصة هايبر اكس باد، ولحد دلوقتي ما حصلش على المنصة دي ولا اكتتاب، لكن الاكتتابات اللي جاية هتكون قوية جدا، ابرزهم اكتتاب ميرادا AI، فواضح ان المنصة دي هتكون كويسة، والفئات بتبتدي بتكاليف قليلة جدا، تبدأ بمبلغ اقل من $50، فدي حاجة كويسة برضو. عندنا 6 فئات، اول فئة بتبتدي من 1000 عملة لغاية الفئة السادسة 300,000 عملة، فال1000 عملة $25 فقط، فبصراحة دي ميزة جميلة جدا، ونستغل ان العملة حاليا سعرها منخفض، عملة هايبر جي بي تي اختصارها HGBT، والعملة موجودة في منصات كتير زي بينج اكس MEXC وجيت اي او وبيت جيت. كذلك المنصة عندها نظام استرجاع، والنظام ده بيشمل كل الفئات من الفئة الاولى الى الفئة الاخيرة. بعض المشاريع بيكون فيها الاسترجاع مدته في خلال 7 ايام او 14 يوم من وقت الادراج، كل مشروع على حسب ظروفه، وممكن نلاقي مشاريع مثلا مش بتدعم الاسترجاع. برضو نفس نظام المنصات التانية، لو عملت كليم لاول عملات تتفك وقت الادراج خلاص انت مش مؤهل انك تعمل استرجاع. العيب الوحيد في المنصة دي وهو ان اقل مدة للاستيك هي 90 يوم، مش 45 يوم او 30 يوم زي باقي المنصات، لا اقل حاجة 3 شهور، فلازم تخلي النقطة دي في بالك. وطبعا كل ما تزود المدة بتاعت الستيك بتاعتك لغاية اقصى مدة اللي هي سنة، ده برضو بيزود الحصة بتاعتك، يعني بالاضافة الى فئتك لو كمان خزنت المدة اطول بتزيد حصتك. تاني منصة معانا حابب ان انا اعرضها عليكم هي منصة توكن فاي، لكن نظام المنصة دي رخم شوية لان مفيش فئات، فبالتالي على قد ما يكون معاك عملات على قد ما تقدر تشارك في اكتتاباتهم. فلو حابب تشارك في اي اكتتاب بتضغط هنا على سوبر تشارجر، بيكون معاك عملات توكن فاي بتعمل لها ستيك، وعلى حسب مدة الستيك بتاعك، لو عملت ستيك قبل الاكتتاب بتمن ساعات فانت هتاخد اقل حصة 12 ساعة 16 ساعة لغاية لما نوصل ل 24 ساعة قبل بدء الاكتتاب، هنا تاخد اقصى حصة تقدر عليها، لكن هينافسك حيتان كتير، لان وليكن انت مخزن 10,000 عملة توكن فاي، في غيرك مخزن 100,000 في اكتر، فهي بتعتمد على الحظ. واغلب الاكتتابات هنا عملات ميم، لكن عملات ميم كويسة لان دي عملة توكن فاي التابعة لفلوكي، فدي مناسبة جدا للناس اللي بتحب الميم. لو جينا شفنا كل الاكتتابات اللي فاتت هنلاقيها عبارة عن عملات ميم، مفيش عملات بمشاريع او يوتيليتي بجد. المنصة اللي معانا بعد كده منصة ماجيك لونش باد من تطوير مشروع ماجيك سكوير، والاكتتابات اللي بتنزل هنا كويسة. الاكتتاب اللي جاي اكتتاب عملة اوتو لاير، وكان في اكتتابات كويسة حصلت قبل كده زي اكتتاب ستورم تريد، والمشروع ده كان على شبكة تيليجرام تون، فدي حاجة كويسة جدا. كان في برضو مشروع فانتون، هو مشروع بلاي تو ايرن كذلك على شبكة تون، فالمنصة لحد دلوقتي بتجيب مشاريع كويسة، وحاليا في مشروع شغال لكن للأسف مش على شبكة تون، لكن المشروع عادي جدا على شبكة باينانس، لذلك الاكتتاب لسه شغال لحد دلوقتي. في العادة ان الاكتتابات بتخلص هنا بسرعة جدا، وده يرجع لنظام المنصة. فالمنصة دي زي ما احنا شايفين، فمثلا اكتتاب ستورم تريد هنلاقي ان الحصة بتاعتهم $150,000 فقط، كذلك اكتتاب فانتون كان $150,000 فقط نفس النظام، لذلك هنا مفيش حصص مضمونة، دايما الاكتتابات كلها بنظام السرعة، لكن بشروط طبعا، مش اي حد يقدر يشارك في اي اكتتاب سرعة، يعني بتكون مخزن مثلا وعندك فئة لكن سرعة، اللي يجي الاول هو اللي يشتري
الأول، وبيكون في أكتر من بول أو أكتر من اكتتاب لنفس المشروع. فمثلا اكتتاب ستورم، فمثلا بيكون في بول عام وده بيكون لكل الناس، لكن ده ما بيتفتحش غير في الآخر خالص لما يخلصوا الفئات التانية اللي بشروط. فعندنا بيكون فئة مثلا للناس اللي عندهم عضوية أو ممبرشيب على ماجيك سكوير، هنشوف حالا ازاي يكون عندنا عضوية. فدي بتكون سرعة بين الناس دي فقط، فمثلا بيكون مخصص $25,000 ليها. في بول تاني مثلا كانوا مخصصين له $20,000، وده بيكون لأعلى أو أول 100 شخص متفاعلين مع المشروع، بيعملوا لايكات تويتر وهكذا. هما من فترة للتانية بيعملوا حاجة اسمها زي ما احنا شايفين فوق، في حاجة اسمها رود تو اي دي او. فمثلا هنلاقي هنا اهو كامبينز لمشاريع هيتم الاكتتاب عليها في المستقبل على المنصة. فعلشان تشارك في الاكتتابات دي بعد كده، ممكن انك تعمل جوين للكامبينز دي، تدخل وتطبق كل المهام اللي مطلوبة من حضرتك. فمثلا هنلاقي الكامبينز اللي كانت قبل كده، هنلاقي من ضمنهم اهو فانتون، هنلاقي اوتو لير خلاص الكامبين بتاعها خلص، ستورم تريد في الوقت الحالي لسه في 2 كامبين شغالين. فيبقى دي الطريقة التانية، بيختاروا اعلى 100 شخص ويكون البول ده خاص ليهم، كذلك سرعة زي ما اتفقنا، كل سرعة مفيش مضمون. فانت ممكن مثلا تكون من ضمن اول 100 هنا فتشارك في البول ده، تكون عضو في الماجيك سكوير فتاخد حصة من البول ده. كذلك برضو نقطة مهمة جدا، مفيش مثلا شخص، مش معنى انها سرعة فيجي شخص يشتري بال25,000 كلهم، لا طبعا، بيكون في حصة محددة لكل شخص. فمثلا في البول ده اقصى شيء للشراء $100، في البول ده كان اكبر شوية $500. بول تانية مثلا لكل اللي شارك في الكامبين، مش اول 100 شخص فقط. بعد كده بيكون عندنا اكتتاب سرعة عام، ده في الاخر خالص بعد اللي يتبقى من هنا وهنا، لو ما تباعش بيتباع هنا، بيتفتح لكل الناس سواء بقى عندك عضوية ولا لا، شاركت في حاجة ولا لا، مجرد ما تربط محفظتك عامل الكي واي سي بتشارك. وبتكون الحصة هنا اقل شوية، فهنا هنلاقي اقصى حصة $50 عكس البولز التانية، هنلاقي هنا 250، هنا 500، 100 وهكذا. بالنسبة للعضويات، فبتكون هنا في حسابك الشخصي في حاجة اسمها ماجيك ممبرشيب زي ما احنا شايفين، نضغط داشبورد او ممبرشيب بلانز علشان نشوف ايه الفرق بين كل عضوية والتانية. فهنلاقي انها رخيصة جدا، اعلى فئة بتطلب منك انك تخزن فقط 500 عملة SQR وتكون في اعلى عضوية اللي هي البريميوم بلس. طيب مدة التخزين قد ايه؟ مدة التخزين بتكون 30 يوم، مجرد ما عملت لوك ما تقدرش تعمل دي اكتيفيت غير لما 30 يوم ينتهوا. فانا مثلا لو جيت عملت دي اكتيفيت فبيقول لي خلي بالك انت لسه قدامك 7 ايام علشان تقدر انك تفك عملاتك، فبالتالي فات 21 يوم من 30 يوم. لكن لو انت مثلا في فئة بلس وعايز ترفع فئتك لفئة اعلى، تقدر ترفعها حالا، مجرد ما تخزن عدد عملات المطلوب خلاص رفعت فئتك. لكن عايز تلغي الفئة بتاعتك وتاخد عملاتك 30 يوم. طبعا كل عضوية ليها مزايا اكتر من اللي قبلها. فالفئة المجانية ملوش ان هو يشارك في اي اكتتاب، هنلاقي هنا مثلا وايت ليست ان ماجيك لانش باد سيلز مفيش. الفئة اللي بعدها مثلا حقه يشارك في اكتتاب واحد فقط في الشهر، التاني اكتتابين. اعلى فئة بقى يقدر يشارك في اي اكتتاب زي ما هو عايز، زائد بونص اكتر بكتير. فغير العملة اللي هي الاس كيو ار، لما بتخزنها انت المفروض بتاخد بونص من حاجة اسمها اس كيو ار بوينت. فالبوينتس دي او النقاط دي هي اللي بتمكنك من انك تشارك في الاكتتاب، مش مجرد فقط انك يكون معاك العضوية فهتقدر تشارك. فمثلا الاكتتاب بدأ النهاردة وانت يدوبك خزنت وبقى عندك عضوية، لكن حضرتك ما معكش اي بوينتس، فبالتالي مش هتقدر تشارك. لان وقت الاكتتاب لما بتيجي مثلا اهو تشارك، فبتلاقيه هنا كاتب لك اهو
First Come First Serve Plus SQR Points، فبالتالي انت محتاج نقط علشان تشتري. انا معايا العضوية دلوقتي مفتوح لي حصة مثلا $500، طيب انا معايا 100 SQR Point فقط، يبقى انا اقدر اشارك لغاية 100 USDT فقط، ما اقدرش اشارك بالخمسمية كلهم. فبالتالي كل نقطة 1 SQR Point بيتأهلك انك تقدر تشارك بواحد USDT. النظام غريب ومختلف شوية عن باقي المنصات، لكنها منصة كويسة تستحق انك تكون مخزن فيها ومش هتكلفك كتير. فاعلى فئة اللي بتطلب منك تخزين 500 عملة هتكلفك $40 فقط ولا حاجة، فخزن من دلوقتي علشان تلحق تجمع points SQRP، لانها هتفيدك بعد كده في الاكتتاب، زائد انك تيجي تشارك هنا فوق Road to IDO وتشارك في كل الكامبينز علشان تقدر تشارك في نفس الاكتتاب في كذا بول مختلف. كل روابط المنصات دي هسيبها لك في وصف الفيديو وفي التعليق المثبت. اخر منصة معانا النهاردة منصة جديدة لسه ما حصلش عليها اي اكتتاب، منصة اسمها ديجن باد، والمنصة دي تابعة لتشين جي بي تي من تطوير تشين جي بي تي، وحتى هنلاقي صفحتهم على تويتر بيتابعهم تشين جي بي تي لابس وتشين جي بي تي باد. حتى الاكتتابات القادمة هنلاقي اغلبها هي اللي على تشين جي بي تي، فهنلاقي مثلا اكتتاب شيلديوم لسه ما حصلش هنا، حصل بالفعل على تشين جي بي تي لكن هنا لسه هيحصل. هنلاقي اكتتاب زي ستيج، اكتتابات تانية، هنلاقي اكتتاب فانتون اللي كان على ماجيك لانش باد هيتم هنا كذلك، كذلك في استرجاع هنلاقي هنا الريفند 7 أيام وهكذا. المنصة دي ملهاش عملة وبتطلب انك تخزن عملات تشين جي بي تي، فانت هنا حضرتك لو جيت عند الستيكينج محتاج انك تخزن عملات تشين جي بي تي. نفس الستيكينج بولز بالظبط، تبدأ من 45 يوم 90 وهكذا. طريقة حساب الفئات بالظبط نفس طريقة تشين جي بي تي، لو مخزن اقل مدة اللي هي 45 يوم فبالتالي النقاط هتكون نفس عدد العملات، مش هتاخد اي بونص، في حين انك لو خزنت لمدة سنة فبالتالي هتاخد ضعف عدد النقاط. ولنفترض مثلا ان انا عايز اكون في اول فئة اللي هي بتتطلب 2000 نقطة مش 2000 عملة، لازم نفرق بين الحاجتين دول. فبالتالي انا لو خزنت 45 يوم فقط فانا محتاج اخزن 2000 عملة كاملين علشان اخد الـ2000 نقطة، في حين ان انا لو خزنت 1000 عملة فقط لمدة سنة فكده المالتيبلاير بتاعي 2، باخد الضعف، فبالتالي الـ1000 عملة تديني 2000 نقطة. فهنلاقي الفئات بالظبط نفس بتاع تشين جي بي تي، 2000، 20000، 50000، 200000، فقط اختلاف اسماء الفئات، ان هنا مدينها اسامي تانية لغاية اعلى فئة اللي هي فئة الحيتان ويل. فالمنصة جديدة لسه محصلش عليها اي اكتتاب لكنها مكلفة زي تشين جي بي تي، تستخدم نفس العملة نفس كل شيء، لكن ده ذكاء برضو من المنصة ان هم مش جايبين كل الاكتتابات كوبي بيست، لا في اكتتابات مشتركة نلاقيها هنا وعلى تشين جي بي تي، في اكتتابات هنا فقط مش هتقدر تشارك عليها في تشين جي بي تي، فبالتالي مضطر انك يكون عندك فئة هنا كذلك، وده ذكاء من الفريق. تمام، دي كده كانت كل المنصات اللي معانا النهاردة، بالتوفيق للجميع واشوفكم في فيديو اخر. سلام.